الفنان الراحل يوسف شعبان الذي أثر قلوب الجمهور العربي والمصري بأدواره المتنوعة ما بين الأب القدوة والشرير ورئيس العصابة، وإتقانه لأدواره السر وراء تعلق الجمهور به وحفظ أدواره عن ظهر قلب. ولم يكن الضوء الشارد خطوة الانطلاق ليوسف شعبان، ولكن كان الأشهر بين أعماله. في حي شبرا بالقاهرة عام 1931 ولد يوسف شعبان لأسرة مصرية ميسورة الحال، وكان والده مصمم إعلانات مشهور في القاهرة في هذه الفترة، وكثير من أفراد العائلة عملوا في الجيش، لذلك تعشق عائلته الانضباط والبدلة الميري، حيث التحق معظم أقاربه بالكليات العسكرية، ولكنه عاشق الرسم وكان يرغب بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة، لكن عائلته رفضت وسعت لإلحاقه بكلية الشرطة أو الكلية الحربية دون رغبته، وهو ما اضطر في النهاية للالتحاق بكلية الحقوق، إلا أنه سحب أوراقه منها بعد 3 سنوات من الدراسة، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه عام 1962. قدم الفنان يوسف شعبان العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية، وذلك على مدار 50 عام، وبدأ في السينما في ستينيات القرن الماضي مع فيلم في بيتنا رجل عام 1961، ثم توالت أعماله السينمائية التي تعدت 110 فيلم. ومن أبرز أفلام الفنان الراحل معبودة الجماهير، حمام الملاطيلي، أم العروسة، زقاق المدق، الثلاثة يحبونها، ميرامار، قصر في الهوى، الرصاصة لا تزال في جيبي، الرجل الذي فقد ظله، قضية سميحة بدران، حارة برجوان. أما المسلسلات فأشهرها كان الوتد والضوء الشارد. تمتع الفنان يوسف شعبان بقبول جماهيري واسع لوسامة شكله وموهبته الفنية المميزة، وهو ما جعله على علاقات نسائية متعددة، حتى تزوج أكثر من مرة، بدأها بزواجه من الفنانة ليلى طاهر لمدة 4 سنوات، انفصلوا خلالها 3 مرات. استمرت علاقات يوسف شعبان النسائية حتى تحدى الجميع عندما تزوج نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية إمبراطورة إيران سابقا وشقيقة الملك فاروق، وابنة الأمير إسماعيل شيرين الذي تولى منصب وزير الحربية، وهو أيضا ابن عم الملك فؤاد الأول، وأنجب يوسف شعبان منها ابنته سيناء. وبعد انفصالهم تزوج من سيدة كويتية تدعى إيمان، وأنجب منها ابن مراد وابنته زينب، ويقيمان في الكويت منذ ولادتهم. ختم يوسف شعبان مسيرته السينمائية عام 1995 عندما قرر الاكتفاء بتمثيل مسلسل واحد أو 2 فقط في السنة، للتركيز على مهمته الجديدة كنقيب للممثلين لدورتين متتاليتين ابتداء من عام 1997 إلى عام 2003، ثم اشتغل بعد ذلك في أعمال فنية قليلة كمشاركة ثانوية مميزة، بعد أن شارك في بطولة أكثر من 250 عمل فني، آخرها كضيف شرف في مسلسل ملوك الجدعنة مع الفنان مصطفى شعبان في عام 2021، ليتمتع بحياة حافلة انتهت بإصابته بفيروس كورونا، وتوفى بسبب الإصابة به في يوم 28 فبراير من عام 2021.